في ضوء الأمر الملكي السامي من جلالة الملك المعظم بشأن المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في كافة محافظات مملكة البحرين، افتتح معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جامع الشيخ حمد بن عيسى الخليفة في المحرق بعد تجديده وتجهيزه ضمن مشروعات المجلس لإعمار الجوامع. وأعرب معاليه عن سعادته بافتتاح هذا الجامع التاريخي في رحاب العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، ليكون عامرا بالذكر والعبادة والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، معربا عن تهانيه للأهالي بهذه المناسبة الطيبة. وأشاد معاليه بالدعم اللامحدود الذي تحظى به دور العبادة في البحرين من لدن جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يوليانه إياها من اهتمام ومتابعة دائمين لرعايتها وتطويرها، إيمانا بأهميتها وبرسالتها ودورها الحيوي في حياة المسلمين، ولكونها رافدا أساسيا من روافد الخير والعطاء والبناء، وشاهدا حضاريا على هوية البلاد وحيوية المجتمع وروحه. ونوه معاليه بما يعبر عنه جامع الشيخ حمد من تاريخ مشرق وعريق باعتباره معلما دينيا تاريخيا مهما في مدينة المحرق، حيث أنه يحمل اسم صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين رحمه الله، ولكونه واحدا من أقدم المساجد في البحرين. وأكد معاليه أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ماض بكل فخر واعتزاز في أداء واجبه ورسالته في خدمة الجوامع في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية. أهالي المحرق يعني يتشوفون إلى هذه اللحظة العظيمة لإعادة وترميم هذا الجامع وهذا الصرح العظيم، وهو أحد معالم مدينة المحرق الكبرى، حيث يجتمع فيه يعني أهالي المنطقة وكذلك الوافدين إلى السوق من دول الخليج وأمور هذه يرتادون هذا الجامع المبارك. فهذا اليوم يوم عظيم، ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر إلى عاهل البلاد حفظه الله ورعاه بإصدار توجيهاته، وإلى ولي عهده الأمين رئيس الوزراء كذلك بتوجيه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإعادة وترميم هذا المسجد المبارك، وكذلك الشكر موصول لمعالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تم بحمد الله افتتاح هذا الصرح المعماري والتاريخي في محافظة محرق جامع الشيخ حمد، تم إعادة تجديده بالتعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبإشراف من الطاقم الفني بإدارة الأوقاف السنية.